السلام عليكم طلاب الصف السادس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد درس ثورة 25 يناير اللي قامت عام 2011. احنا عارفين إن الفترة اللي قبل 2011 كان موجود فيها الرئيس محمد حسني مبارك بعد اغتيال اللي جاء بعد اغتيال الرئيس السادات. فبعد اغتيال الرئيس السادات تولى محمد حسني مبارك الحكم، قعد من عام 1981 لحد 11 فبراير 2011، وبعديها قامت ثورة 25 يناير عام 2011. طيب الفترة دي اللي كان فيها محمد حسني مبارك كانت فيها أحداث مهمة جدا، زي مشروعات بنية تحتية، إنشاء مترو الأنفاق، التوسع في إنشاء المدارس والمدن الجديدة. يعني كان في تنمية ظاهرة في الوقت ده، زي مشروعات البنية التحتية ومترو الأنفاق والتوسع في إنشاء مدارس ومدن. لكن ما قعدتش مدة طويلة، وساءت أحوال مصر بسبب العديد من التجاوزات والأخطاء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. حصل أخطاء كتير جدا وتجاوزات خلت أحوال مصر ساءت في هذا الوقت. طيب ليه المصريين قاموا بثورة 25 يناير؟ ايه اسباب الثورة اللي قامت سنة 2011؟ اول حاجة سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، يعني سوء الاوضاع في كل نواحي الحياة سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية او تعليمية او صحية. اتنين، انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة، كان في فساد في كل مؤسسات الدولة. تزوير الانتخابات عام 2010. طب ايه المقصود بحزب سياسي؟ هي الانتخابات تم تزويرها عام 2010، وكان الحزب الوطني هو السائد في الوقت ده. طيب هنا بيقول لي تزوير الانتخابات عام 2010 وسيطرة الحزب الوطني، كان الحاكم على أغلبية مقاعد، كان هو أغلب المقاعد كانت المسيطر عليها الحزب الايه الوطني، والانتخابات كانت مزورة عشان الحزب الوطني كل أعضائه هم اللي يفوزوا. طيب ايه المقصود بحزب سياسي؟ الحزب السياسي مجموعة منظمة من الأعضاء بتشترك في وضع برامج محددة لتحسين شؤون الدولة، يعني مجموعة من الأعضاء بيشتركوا مع بعض، وكل عضو من الأعضاء بيكون ليه برنامج علشان يحسن شؤون الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وذلك من خلال المشاركة في مسؤوليات الحكم. طب اهداف الثوره ايه؟ ايه الهدف من هم المصريين قاموا بثوره 25 يناير؟ كان الهدف منها اول حاجه تمثلت في تحقيق الكرامه والحريه والعداله الاجتماعيه للمواطن المصري، يبقى اول هدف هو تحقيق الكرامه والحريه والعداله الاجتماعيه للمواطن المصري. طب الشعار بتاع الثوره عيش حريه عداله اجتماعيه. تاني هدف للثورة انتشار دعوات للشباب أو أحداث الثورة. هنا بدأت الثورة بقى إن الشباب الأول كانوا بيدعوا بعض عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، عن طريق الإنترنت، إن هم يدعوا بعض للنزول والتظاهر، وكانت بيدعوا بعض إن هم يتظاهروا في الميادين العامة في المحافظات زي ميدان التحرير وزي الميادين العامة في الإسكندرية، واتفقوا على ميعاد للتظاهر يوم 25 يناير 2011. تلاحمت قوى الشعب المختلفة ومشاركة الملايين من الشعب في محافظات مصر، ملايين من الناس نزلت في محافظات مصر في الوقت ده يتظاهروا في الميادين العامة. اشتعال المظاهرات في ميادين التحرير والميادين العامة في المحافظات، بدأت تشتعل المظاهرات. هنا بقى قطع النظام الحاكم اللي هو نظام حسني مبارك لجميع وسائل التواصل الاجتماعي، التليفون او الانترنت، عشان الشعب المصري ما يتواصلش مع بعض. يبقى احداث الثوره قطع النظام الحاكم لجميع وسائل التواصل الاجتماعي زي التليفون والانترنت عشان الشعب ما يتواصلش مع بعضه، استخدام العنف ضد المتظاهرين عشان يفضوا المظاهرات، سوء الحالة الأمنية بالمجتمع مما شجع على اقتحام السجون وفرار المسجونين. في الوقت ده حصل انفلات أمني، الشرطة اختفت من الشوارع، بدأت شجع على اقتحام السجون وفرار المسجونين من الايه من السجون، ان ما فيش شرطة كان في الوقت ده. نزول القوات، بدأت بقى القوات المسلحة تتدخل لما الشرطة بعدت او الانفلات الأمني حصل، فنزلت القوات المسلحة وانتشارها في الشوارع والميادين العامة لحماية ايه الدولة، ممتلكات الدولة والمنشآت العامة. يبقى نزلت القوات المسلحة عشان تحمي وتسيطر على الانفلات الامني، وتشكيل المواطنين بقى لجان شعبيه، وعوضوا ايه اللي غياب الشرطه، فبداوا يشكلوا لجان شعبيه المواطنين في الشوارع لحمايه المنازل والمؤسسات العامه، واسقاط الرئيس والنظام الحاكم. وطبعا كمان في الوقت ده بقى من كتر اشتداد الثوره بداوا يضغطوا على النظام الحاكم واسقاط الرئيس والنظام الحاكم.
طيب ايه اللي ساعد على نجاح ثورة 25 يناير؟ اول حاجة اطمئنان الجماهير الى موقف القوات المسلحة المؤيد لمطالبهم. هنا الجماهير كانوا مطمئنين جدا ان القوات المسلحة واقفة معاهم وبجانبهم، ده من سبب من اسباب نجاح الثورة. ما تم تحقيقه من انجازات ثورة 25 يناير. الثورة هنا بقى لما نجحت، طب حققت ايه؟ اول حاجة اسقاط النظام السياسي ووضع الخطة الزمنية او وضع انتخابات او وقت زمني لاجراء انتخابات رئاسية جديدة. يبقى اول حاجة اسقاط النظام السياسي ووضع خطة لوضع انتخابات رئاسية جديدة ووضع دستور جديد وحل مجلس الشعب والشورى اللي كان في ظل حكم حسني مبارك، والإفراج عن المعتقلين والمسجونين السياسيين اللي هم برضو كان في النظام السابق. طيب ايه كمان؟ تأكيد وترسيخ الإحساس بالمواطنين والتأكيد على الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، ما يكونش فيه بينهم أو أي حد مثلا يوقع ما بين المسيحيين والمسلمين. لا، هنا كانت بتأكد الثورة دي ومن نجاحتها تأكيد على الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين وارتفاع الوعي السياسي لدى الشعب المصري واحترامه واحترام حقوق الإنسان، ويرجع للشعب المصري ثقته بنفسه تاني انه يقدر يطالب بحقوقه وان هو ما يقفش قدام الفساد والظلم. ولكن نتيجة عدم تحسين الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد تولي مرسي محمد مرسي، يعني بعد ما حسني مبارك مشى من الحكم، اتعملت انتخابات وتولى حسني محمد مرسي الحكم، بس ما حصلش تحسن في الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في وقت تعيين محمد مرسي الحكم. تجمع الشعب مرة أخرى وعمل ثورة جديدة، وهي كانت ثورة 30 يونيو 2013. طب ايه اسباب ثورة 30 يونيو 2013؟ استمرار سوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولم تقدم السياسة الجديدة بتاعت محمد مرسي حلول للمشكلات اللي بيعاني منها غالبية الشعب المصري. ومن اسباب ثورة 30 يونيو برضو ان لم تقدم السياسات قلنا الجديدة حلول للمشكلات اللي بيعاني منها غالبية الشعب. ما كانش في حلول لكل المشكلات اللي كانت الشعب بيطالب بيها، عيش حرية وعدالة اجتماعية وازدياد الأصوات المعارضة للحكم والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة علشان يتخلصوا من الرئيس السابق. أحداث الثورة تزايدت أعداد المعارضين وقامت المظاهرات وحدثت اشتباكات بين المعارضين وبين المؤيدين للرئيس محمد مرسي. وبعد كده تدخلت القوات المسلحة زي ما تدخلت في ثورة 25 يناير، تدخلت القوات المسلحة لحفظ الأمن في البلاد ودعت لقيام مصالحة حقيقية بين الرئيس والمعارضين للرئيس، وديته مهلة أسبوع واحد إن هو يتخذ فيها القرار. رفض الرئيس الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكذلك رفضت المعارضة دعوته إلى الحوار. وتجمع الشعب تاني عشان يقوم بثورة في الشوارع والميادين، في ثورة جديدة اللي هي ثورة 30 يونيو، مطالبين بالتغيير. يعني الرئيس اخد مهله اسبوع علشان ان هو يتم انتخابات رئاسيه جديده عاجله، لكن هو رفض، فالشعب قام باعداد تجمعات هائله في الشوارع والميادين، واللي هي ثوره 30 يونيو، مطالبين بالتغيير. طب ايه نتائج ثوره 30 يونيو اللي كانت عام 2013؟ اول حاجه عزل الرئيس محمد مرسي وتسليم السلطه الى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمه الدستوريه العليا، تعديل دستور 2012 وصدور دستور الجديد عام 2014. نتائج ثورة 30 يونيو 2013، عقدت انتخابات الرئاسة وإعلان فوز المرشح عبد الفتاح السيسي. يبقى أول نتيجة من ثورة 30 يونيو فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، وبذلك بدأت فترة جديدة من تاريخ مصر لتحقيق أمال وطموحات الشعب المصري.